صفقوا عليهم صفقوا عليهم كاملين. نقضي الاعتاب وما كاينش هنا. تشوف مكونيسي بابي ميستير مولاي مهدي مولاي مليون اسعد جوجو. عندي الدور ديال مسيو مولاي المهدي اللي هو واحد شاب داسر والفلوس كان عايش فرنسا ويخسر فلوسه كلهم وغيجي المغرب وغيطروا ليه بزاف ديال المشاكل. شوف ما كاين ما احسن من بلادنا وبلا ما ندخلوا في شي حاجه اخرى اللي غتكون سياسيه ونهضروا على فرنسا ولا شي حاجه اخرى، مي ديما المغرب. الدور ديالي الدور ديال واحد البنت بسيطه فقيره اللي عايشه مع اختها وراجل اختها في مدينه مراكش، وهذه البنت هذه كتخدم مع الشخصيه هذه كتخدم مع راجل اختها في جامع الفنا كيبيعوا لي ساندويتش ماكولات شعبيه، وكيجي ناصر اقابه اللي هو البطل ديال الفيلم باش ياكل عندي، وتما كيوقع واحد التعارف بيني وبينه وصافي وكتطور العلاقه، وكاين بزاف ديال الاحداث ان شاء الله اللي غادي تشوفوها في الفيلم، وكنتمنى ان شاء الله الفيلم ينال الاعجاب ديال الجمهور المغربي ان شاء الله. هو دور جديد عليا، وفي كل مره كتكون عندي واحد التجربه اللي كنخدم منها شي حاجه وكنتعلم منها شي حاجه، وهاد الدور تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، وما بين الحوايج اللي اول مره يعني كان انني هضرت باللهجه المراكشيه، يعني حاولت سورتو انني في هاد الفيلم فاش عيطوا لي نخدم فيه ما كانش عندي وقت بزاف، يعني عيطوا لي واحد الفتره وجيزه، يعني عيطوا لي اتصلوا بيا قالوا لي غادي تصوري معنا، يعني ما كانش عندي وقت كبير اللي نقدر نخدم فيه ولا نشتغل فيه على اللهجه مزيان، ولكن الحمد لله درت افور وكنتمنى ان شاء الله لا الشخصيه ديالي ولا الفيلم اون جينيرال ينال الاستحسان ديال الجمهور المغربي ان شاء الله. دابا في الارض الحمد لله راه حنا بخير، ولكن كان قبل كان خدا 3 سنين باش يخرج، وهي شي حاجه اللي صراحه ما عنديش عليها الجواب باقي حتى الان، ما عرفش واش الاسم الفيلم واش الكونتوني ديالو ما باقي ما عرفش، مي جو بونس كو الحمد لله دابا خرج وناس غايجيو يتفرجوا فيه وراه غيعرفوا بلي سي واحد فيلم كوميدي اللي كيدوي على واحد الحاجه اللي واحد الحاجه اللي كنعيشوها اجتماعيه، دونك ما كاين حتى شي حاجه اللي بوليتيك. الناس في فرنسا جو بونس كو خداو الاسم قبل ما يشوفوا الفيلم، باسكو كتسمع باي باي فرنسا عاوتاني كتقول هذا اتس لايك ا بوليتيكس فيلم اللي كيدوي على فرنسا، باي باي اش كيقولوا باي باي فرنسا، وهي لا هي صراحه جست واحد الكلمه قالها السيد، واحد الكلمه تقالت باي باي لا فرانس، باسكو عندنا نورمالمون ليستواغ سي واحد السيد كيجي من فرنسا كيجي المغرب، دونك تقالت واحد الكلمه ديال باي باي فرنسا وصافي، هما اولوها كوم كوا راه حنا كندوي على فرنسا بالخايب ولا كنشجعوا على اي دون نو على الكراهيه. دونك الفيلم كوميدي 100%، فيلم درام كوميدي ما عنده حتى شي علاقه بالبوليتيكس، ما عنده حتى شي علاقه بفرنسا كاع. كانوا جاوا قالوا لنا نبدلوا الاسم الفيلم، ولكن علاش نبدلوا الاسم الفيلم حيت الفيلم ما فيه حتى شي حاجه كدوي على فرنسا، يعني ما كاين لا شي فرض عليا شي واحد نبدل الاسم ديالي زعما باش يدوز في فيستيفال، ما كاين لا خصو يحترم عاوتاني الاختيارات ديال المخرج، خصو راه كنديروا لا ما كنديروش يو نو ات دي اند يو هاف تو اكسبت زعما الاختيارات ديال المخرج، كلاش تحرم الفيلم على ود الاسم ديالو اللي اصلا ماشي سيغنيفيكانت.